الحمام. عن زيد الشحام قال: ذكرت الحمام عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: اتخذوها في منازلكم فإنها محبوبة. لحقتها دعوة نوح وهي آنس شيء في البيوت. عن أبي سلمة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحمام طير من طيور الأنبياء التي كانوا يمسكون في بيوتهم، إلى أن قال الراوي: رأيت في بيت أبي عبد الله عليه السلام حماما لابنه إسماعيل. وفي رواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الله ليدفع بالحمام هذه الدار. وفي رواية قال: شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحدة، فأمره باتخاذ زوج حمام. وفي رواية الصدوق عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم من أموالكم. فقيل له: وما العجم؟ قال: الشاة والبقر والحمام.